اليوم بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمراكز التجارية بالتنسيق بين مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية. فايزر وموديرنا تسعيان لترخيص لقاحهما ضد كورونا في أوروبا، والأمم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة. وفي الاقتصاد، إيرادات قناة السويس ترتفع 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر لتصل إلى 488.1 مليون دولار. تفاصيل النشرة الثانية من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. بهدف التطبيق الحازم للمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحل والمطاعم والمراكز التجارية بدءا من اليوم، شدد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف المواعيد الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار متابعة الوزارة لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحل والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمراكز التجارية. وطلب وزير التنمية المحلية بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية المعنية كافة. لمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد، بعد التحية، ما الآلية التي سيتم من خلالها التأكيد على الالتزام بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وباهلنا في المحافظات المصريه. خليني يعني اكد على ما وجه به معالي الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه يعني صباح اليوم بالنسبه للساده المحافظين بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال الجديد، وده طبعا يعني في التنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز والمدن الموجودة في المحافظات المصرية، كذلك مع وحدات ومديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وده بهدف التأكد من الالتزام من جانب المواطنين يعني أصحاب المحال بتطبيق والمولات التجارية بتطبيق مواعيد الفتح والغلق للمحال، بالإضافة كمان تكثيف حملات مفاجأة على كل المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق المواعيد المقررة وتفعيل القانون طبعا على غير الملتزمين. طيب، بذكر حضرتك لتفعيل القانون، إذن ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفين للمواعيد الجديدة؟ خليني قبل الإجراءات خليني أقول لحضرتك أن المواعيد المقررة دي وفقا للتوافق ما بين ومن خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة السيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، طبعا مع كل الوزارات والجهات المعنية كوزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة البيئة وغيرها من الوزارات العاملة وهيئة سلامة الغذاء التنمية الصناعية إلى غير الغرف التجارية المصرية إلى غير ذلك، وتم الاستقرار على انه في قرار نشر بالجريده الرسميه ان يكون مواعيد فتح جميع المحال التجاريه والمولات التجاريه طبعا في الماده الاولى بتاعتها يوميا من الساعه الصابحه 7 صباحا وتغلق الساعه 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء، على ان يتم زياده هذا التوقيت يومي الخميس والجمعه وفي ايام الاجازات والاعياد الرسميه للدوله المصريه تغلق الساعه 12 منتصف الليل صيفا والحادية عشر مساء. أما فيما يتعلق فندم بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك اللي موجودة داخل المولات التجارية، تفتح 5 الصبح وتغلق الساعة 1 صباحا صيفا والساعة 12 منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة هذا التوقيت طبعا خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا مع استمرار طبعا خدمات التيكاوي وتوصيل طلبات للمنازل. بالنسبة نعود إذا للإجراءات المتخذة تجاه المخالفين إذا لم يلتزموا بهذا الأمر دكتور خالد. القانون 54 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة واللائحة التنفيذية في المادة 24 منه بند 9 فندم
بيأكد على جزئية في غاية الأهمية، وهي أنه هناك تدرج في العقوبة. طبعا اللي بيخالف بياخد يعني تنبيه كتابي عليه لمدة 15 يوم، أنه بتجري لجان المتابعة التفتيش عليه وتشوفوا مدى التزامه بالتنبيه الكتابي اللي أخده. نعم. هذه أول تدرج. طيب لو ما فيش التزام وهناك تعمد لعدم الالتزام، الإجراء بيزيد إلى أن يكون إيقاف غلق لمدة شهر على ألا يفتح إلا بعد أنه هو ياخد موافقة كتابية من المركز التكنولوجي لإصدار التراخيص. طيب لو هناك إصرار على المخالفة، التدرج الثالث للعقوبة بيكون إلغاء الترخيص. نعم، دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 370 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، كما أفادت بارتفاع أعداد المتعافين إلى قرابة 103,000 حالة. وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. قدمت شركات بايونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية طلبا للحصول على ترخيص مشروط لسوق لقاحهما ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركتان إن اللقاح سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية العام الحالي حال نال الترخيص اللازم. وتعتزم شركة موديرنا الأمريكية أيضا تقديم طلب ترخيص للقاحها من وكالة الأدوية الأوروبية، التي قالت إنها قد تنتهي من تقييمه بحلول 12 من يناير. وكانت الشركة قد قدمت في وقت سابق اليوم طلبا للحصول على ترخيص عاجل للقاحها في الولايات المتحدة. وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن لجنة استشارية ستجتمع في 17 ديسمبر لمناقشة الطلب. وتعمل موديرنا حاليا على إنتاج حوالي 20 مليون جرعة ستكون جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بنهاية هذا العام، وهو ما يكفي لتطعيم 10 ملايين شخص. أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا. وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021 أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام القادم، أي بزيادة بنسبة قدرها 40% مقارنة بعام 2020. أهلا بحضراتكم من جديد. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض لرئاسة لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية. وأوضحت وزارة الخارجية أن أعمال اللجنة سوف تشهد حوارا معمقا حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية المشتركة، وكذلك للتأكيد على التضامن المتبادل بين القاهرة والرياض في مواجهة ما يهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، وذلك فضلا عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي. صدقت ولايتا ويسكونسن وأريزونا الأمريكيتين رسميا على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة بهما بعد إعادة إحصاء الأصوات، وبذلك تنتهي عملية المصادقة على النتائج في جميع الولايات المتأرجحة. في غضون ذلك يواصل الرئيس المنتخب تسمية أعضاء فريقه، حيث اختار عددا من السيدات للانضمام لفريقه للسياسة الاقتصادية، في مقدمة هؤلاء رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة، ورشح نيرا تاندن لرئاسة مكتب الإدارة والموازنة، وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يقدم بايدن أعضاء الفريق الاقتصادي الجديد رسميا اليوم.
أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مباحثات هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركزت حول تعزيز الشراكة بشأن مكافحة وباء كورونا والتغيير المناخي ودعم السلام والأمن وتسوية الصراعات. وقال الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب إن بايدن أعرب عن قلقه إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا والخطر المؤكد بالمدنيين. وبدوره قد ذكر المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة استيفان دوغاريك أن غوتيريش تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأحد الماضي وطلبه باحترام حقوق الإنسان وبالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وأبلغه بحاجة إثيوبيا إلى مصالحة حقيقية لا تستثني أحدا. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى وقف تام للمعارك والسماح للطواقم الإنسانية بدخول إقليم تيجراي من دون معوقات. وشدد بومبيو عقب مشاورات هاتفية مع أبي أحمد على ضرورة حل النزاع القائم. يأتي هذا بينما حذر أبي قادة إقليم تيجراي من أنهم في مرمى نيران الجيش، وقال إن الجيش لم يوقع أي ضحايا في صفوف المدنيين أثناء عملية السيطرة على عاصمة تيجراي ومدن أخرى بالإقليم. بدوره أكد رئيس تيجراي ديراسيون جبرا ميكائيل تصميمه على البقاء في المنطقة لمواجهة من وصفهم بالغزاة، وأشار إلى استمرار القتال، واتهم رئيس الوزراء بمحاولة خداع المجتمع الدولي بإيهامه بأن كل شيء قد انتهى. نشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين السلطات الإثيوبية السماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيجراي بشمال البلاد. وأعربت المفوضية عن اعتقادها بأن الطعام نفد في المنطقة نتيجة الصراع المستمر منذ الشهر. وأضاف المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش خلال إفادة صحفية في جنيف أن المفوضية قلقة إزاء التقارير بشأن الهجمات والقتال قرب المخيمات وعمليات الخطف والإبعاد القسري. تتواصل اليوم الثاني والأخير في مدينة طنجة المغربية جلسات جولة جديدة من المحادثات بين طرفي الأزمة الليبية. يشارك في هذه الجولة ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وفق صيغة 13+13. يسعى المشاركون إلى حسم الملفات العالقة مثل المناصب السيادية. وكان المغرب قد استضاف الأسبوع الماضي لقاء آخر جمع 123 نائبا ليبيا أعلنوا الالتزام بالعمل على إنهاء الانقسام في البلاد، على أن يبدأ هذا المسار بعقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا. أمرت السلطات التركية باعتقال 82 من أفراد الجيش للاشتباه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أنها ألقت القبض على 63 من المطلوبين، ونقلت أن 70 من بين 82 المطلوب القبض عليهم لا يزالون بالخدمة. ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش، واعترضت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية. أعلن الجيش الأذربيجاني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن قواته دخلت إقليم لاتشين المجاور لإقليم كاراباخ، ويعد الإقليم الثالث والأخير الذي تعهدت أرمينيا بتسليمه لأذربيجان خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 9 نوفمبر الماضي برعاية روسية. في سياق متصل أعلنت أنقرة أنها وقعت مع موسكو اتفاقا حول إقامة مركز مشترك ستكون مهمته مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ. أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يطالب الحكومة الإيرانية بمواصلة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20%، ويتجاهل مشروع القانون قيودا أخرى فرضت على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق المبرمي عام 2015. كان مشروع القانون قد طرح في أعقاب اغتيال العالم النووي فخري زادة، وأقره البرلمان بعد القراءة الأولى في جلسة بثتها على الهواء الإذاعة الحكومية. هذا وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية ليصبح قانونا.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن بيانا معلوماتيا سلط خلاله الضوء على رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر في الفترة ما بين 2014 إلى 2020، والتي عززت من قدرات الدولة على استمرار مبادرات دعم الصحة المواطن. واستعرض التقرير أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها ضمن حملة 100 مليون صحة، منها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لتدخلات الحرجة، أشار التقرير إلى أن المبادرة ساهمت في تقليل متوسط زمن الانتظار الآن إلى 17 يوما بدلا عن 400 يوما. كما استعرض التقرير أهم ملامح المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي استمرت لمدة 7 أشهر. من ناحية أخرى، نشر مجلس الوزراء بيانا معلوماتيا يوضح مجهودات لجنة الاستغاثات الطبية التابعة للمجلس في شهر نوفمبر الماضي. وأفاد المجلس بأنه خلال تلك الفترة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي 61 قرار علاج على نفقة الدولة، كما تم إجراء 182 عملية جراحية، وتم إصدار 4 قرارات خاصة بإجراء عمليات لزراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إضافة إلى توفير الأدوية اللازمة للمواطنين بإجمالي 56 استغاثة، وتوفير الإجراءات الطبية ل16 حالة من مرضى الأورام، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل46 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفرت جهود أجهزة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 14 عنصراً إجرامياً ومصرع 3 عناصر آخرين بنطاق مديريات أمن الإسكندرية والدقهلية وأسيوط وقنا، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في قتل، مقاومة سلطات، إطلاق أعيرة نارية، سرقة بالإكراه، سلاح ناري ومخدرات. وضبط معهم 16 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش و6 بندقية آلية و3 بندقية خرطوش ومسدسان و4 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 461 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1041 قطعة سلاح ناري، من بينها 159 بندقية و100 بندقية آلية و67 مسدسا و714 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 3109 طلقة متنوعة، إضافة ل 1364 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 488,136 حكما قضائيا، من بينها 2017 حكم جناية و176,585 حكم حبس و239,882 حكم غرامة و69,652 حكم مخالفة.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضموا 47 متهما قاموا بارتكاب 49 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 57 حادث ما بين قتل عمد والسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 87 متهما، وتم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1498 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1613 متهما وبحوزتهم أكثر من 8 أطنان و746 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد عن 209.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 19 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 29.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 25,376 قرص مخدر. إلى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أضيء شعار الأولمبياد الشهير بعد عودته مرة أخرى إلى خارج طوكيو فور الانتهاء من تجديده، ووصلت الحلقات الخمس اليوم بعد رحلة بحرية من مدينة يوكوهاما إلى جسر كوسكوزوح في العاصمة طوكيو، ويبلغ ارتفاع الحلقات 15 مترا بينما يبلغ عرضها 33 مترا، ويعد ظهور شعار الأولمبياد مرة أخرى بمثابة بارقة تفاؤل على أن المنظمين واللجنة الأولمبية الدولية واثقون من أن أكثر من 15,000 رياضي أولمبي ورياضي من أصحاب الهمم يمكنهم المشاركة بأمان في الأولمبياد المقرر إقامته في شهر يوليو القادم. الاقتصاد، أهلا بحضراتكم. حققت الهيئة العامة لقناة السويس خلال شهر نوفمبر الماضي عائدات بلغت 488 مليون و100 ألف دولار مقابل 446 مليون و700 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 2.4%. كما صرح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا. كما أضاف الفريق أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا وفي كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل. بدأ اليوم أصحاب المعاشات في صرف معاشاتهم لشهر ديسمبر، يتم الصرف للشريحة الأولى الأقل من 1000 جنيه اليوم وغدا الأربعاء، ثم تقوم الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه بالصرف يومي الخميس والأحد الموافقين الثالث والسادس من ديسمبر. أما الشريحة الثالثة الأعلى من 2000 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين السابع والثامن من ديسمبر. هذا وقد وجهت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر ديسمبر، كما شددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية ضد انتشار فيروس كورونا. ارتفعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من جانب المستثمرين العرب والأجانب والأفراد المحليين، كما صعد المؤشر الرئيسي إيجيك 30 وبنحو 8% ليتخطى حاجز 11,000 نقطة، كما ارتفع المؤشران إيجيك 70 وإيجيك 100 متساوي الأوزان بنسب تراوحت حول 1.3% و1.1% على التوالي.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن توازن الأسعار الخاصة بالنفط في الأسواق العالمية هو الخيار الأمثل لتحقيق المنفعة الاقتصادية، ويصب في صالح جميع الأطراف في الصناعة البترولية، حيث يدعم التوازن في الأسعار عملية جذب الاستثمارات اللازمة لبحث عن موارد البترول والغاز وتنميتها. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في فعاليات حوار المتوسط روما 2020 في نسخته السادسة تحت عنوان إعادة النظر في صناعة الطاقة بعد جائحة كورونا. كما أضاف الملا أن استغلال كافة إمكانيات مصر في صناعة البترول والغاز هدف رئيسي تعمل مصر بقوة على تنفيذه، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات إيجابية أعطت قطاع البترول والغاز في مصر دفعات كبيرة للأمام. أعلن البنك الدولي أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وصفه بالمتعمد مع إخفاق السلطات اللبنانية في احتواء الانهيار الاقتصادي. كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى سالب 19.2% في عام 2020. قال البنك الدولي إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح ليصبح أكثر من نصف سكان لبنان فقراء بحلول عام 2021. من المتوقع أيضا أن ترتفع نسبة الدين على الناتج إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 23% لتبلغ 194%، وذلك بعد أن بلغت 171% في نهاية عام 2019. توقعت منظمة التعاون والتنمية تراجع الناتج العالمي بنسبة 4.2% قبل أن يعود لتسجيل نمو بنسبة 4.2% في عام 2021. كما توقعت المنظمة عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام القادم، ذلك في وقت تسهم اللقاحات في تنشيط التعافي الاقتصادي حول العالم، ولكن النمو سيكون متفاوتا. هبطت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأمريكي بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل على عام جديد لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة ارتفاع قياسي في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. كما تراجعت العملة التركية إلى 7.91 ليرة للدولار الواحد، كما بلغت الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي. ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد إرجاء أوبك بلس محادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021. كما صعد الخام العالمي مزيج برنت بنحو 31 سنتا ليصل إلى 48.19 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ليصل إلى 45.62 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى له في 5 أشهر تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% ليصل إلى 1785.10 دولار للأوقية. زادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% ليصل إلى 1788.50 دولار للأوقية. نهاية ثانية، وإذا هذا تذكير بأهم العناوين. اليوم بدء تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمراكز التجارية بالتنسيق بين مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية. فايزر وموديرنا تسعيان لترخيص لقاحهما ضد كورونا في أوروبا، والأمم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة. بالتأكيد يمكن لحضراتكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار دوما عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا طيب المتابعة. شكرا لكم، إلى اللقاء.